طيب، هذا المجلس، هذا النادي، هذا الجيل، هذا الحفل مؤمن بقيمة الأهلي. نشوف أغنية اتغنت في حفل النهاردة كان ليها دلالة ومعنى مهم جدا في من هو مؤمن بقيمة الأهلي. هدف تاني، هدف تاني، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، سلامات سلامات مؤمن زكريا. بطلب من ابطالنا الوقوف وتشجيع كابتن مؤمن زكريا لو سمحت، بطلب من الساده الحضور الوقوف وتشجيع كابتن مؤمن ومساندته. كابتن مؤمن زكريا يستاهل كتير لو سمحت. الوقت دورنا ندعي لك كلنا، سافر ومعاك قلوبنا، ما انت اخونا وحبيبنا، وبميت سلامة يا مؤمن بكرة هترجع لنا. الميت مليون وراك، احنا اخواتك معاك، اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن. الميت مليون وراك، احنا اخواتك معاك، اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن يا مؤمن، بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. معاك قلوبنا، ما انت اخونا وحبيبنا، وبميت سلامة يا مؤمن بكرة هترجع لنا، وهترجع تاني لينا، وهتفضل بين عينينا، تيجي بجوان وتفرح ملايين جمهور نادي. اخواتك معاك، اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن يا مؤمن، بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق إن شاء الله. دي الأغنية اللي اتغنت النهاردة في حفل تكريم الأبطال، أغنية كتبها الأستاذ أحمد إبراهيم ولحنها الأستاذ خالد العليلي وغناها الأستاذ مصطفى خيري، واتذاعت امبارح في قناة الأهلي أيضا. النهاردة الكل اتأثر بيها، وأعتقد كان إن المجلس يقف يسقف والأبطال يسقفوا المؤمن. ده إحساس بقيمة هذا اللاعب يا باشمهندس. شوف يا حبيبي، يعني مؤمن طبعا مصر كلها معاه، البعض صادق في مشاعره، والبعض بيستفيد من الموقف عشان ياخد لقطة، والبعض الآخر بيتاجر وبيزايد ويقول لك أنا أعالج وأعمل. لا، ما تعالجش يا حبيبي، الأهلي هيعالج، بس إد الراجل حقه، إد الراجل حقه، ياخد فلوسه اللي ليك حقه. أيوه. واللي أنا عايز أقوله يا جماعة، مؤمن حتى وهو في عز تألقه، كابتن عبد الله السعيد حتى وهو في عز تألقه قبل المشاكل، مفيش لعيب في النادي الأهلي إلا الجمهور كان أحيانا يضغط عليه وينتقده، ورغم إنه كانوا بيأدوا أدوار. أنا بدي المثالين دول ليه؟ لأن بمجرد ما خرج عبد الله السعيد بقى كل الجمهور يعني متضايقين من تصرفه، لكن شايفين القيمة الفنية بتاعته. طب كابتن مؤمن النهاردة كله بيقوله ترجع لنا زي ما كنت أقوى، إذا شايفين القيمة الفنية والفراغ اللي هو سايبه لما يصاب.
ليه ما نديش الناس الدعم وهم بيأدوا وملء العين والبصر وفي عنفوانهم؟ هو ده الدعم القوي، زي ما في لعيبة النهاردة بتخطئ وتصيب ولكنها بتفيد النادي الأهلي وبتخدمه. لازم تقف جنب لعيبتك، انت مش دورنا ننقد لعيبتنا، ولو في نقد يبقى الأجهزة الفنية في الحجرات المغلقة هي اللي بتكلمهم وتحاسبهم. أما قسوة الأحكام العامة اللي تلاحق الإنسان دقيقة بدقيقة، وبعدين لما يجرى حاجة نتذكر كل المحاسن ونتذكر كل نقاط الإيجابية بتاعته. عايزين باستمرار نقف ورا الناس وهي واقفة على رجليها. حلو جدا جدا، مؤمن كان محتاج يشعر بقيمته عند الناس، وقد شعر بها مش في الأهلي بس، كل جماهير مصر معاه. مفيش حتة في مصر النهاردة ما بتحتفلش أو بتحتفي بأنها بتدعم مؤمن. النهاردة كل الأبطال اللي بيكرموا بيقولوا له بطولاتنا انتظارك، بطولاتنا مهداه مهداه، ما معناه يعني بتسقفهم ده، أنت يعني بنهدي لك هذه البطولات عشان ترجع لنا بسلامة وتهدي لنا بطولاتك. مؤمن يستحق، لأنه إنسان على خلق، إنسان مخلص، إنسان بيجتهد. وأنا يعني شايف إن الأدوار اللي لعبها مؤمن مع النادي الأهلي أدوار لمحترف حقيقي يعرف دوره. بالحقيقة استحق مؤمن كمان هذه الهبة، هبة فعلا، هبة أهلوية، هبة رياضية. كل الجماهير بمجرد ما أعلن على عنوان سكنه، جماهير كتيرة جدا أهلوية وغير أهلوية اتجهت تحت بيته تهتف له وتحييه دعما ومساندة، ووقفة مع مؤمن وقفة صادقة كمان. هنشوف هذه الجماهير وهي بتهتف أسفل منزل مؤمن زكريا. لست وحدك يا مؤمن، كل الناس اللي استمتعت بفنك وإخلاصك وقيمتك معاك، وربنا رجعك بإذن الله بالسلامة. والقيمة الخفية في هذا الأمر أن النادي الأهلي كان يعلم بالمشكلة طبعا، ده راجل عايش في وسطيهم، جهازه الفني يعلم، زملائه شعرين، ولكن لماذا لم يعلق أحد إلا الآن؟ احتراما لظروف مؤمن، لمؤمن نفسه. أي، لما تحب تعلن إحنا كلنا هتحس بينا في التوقيت اللي يناسبك أنت مش اللي يناسبنا إحنا. فما يفعله الأهلي هو لا يتظاهر بالاهتمام، واسألوا إسحاق أول، واسألوا جيلبرتو، واسألوا اسألوا حسين أمين، واسألوا محمد علي الباك، أحمد علي، واسألوا كل الناس اللي هي يعني اعتنى بها الأهلي، مش من باب إنها بتكمل معاه، لا، من باب إن دول ولاده اللي يعني يشعر بمسؤولية تجاههم. عندما يقصر أحد معهم فالأهلي حاضر. وعشان كده لما يصاب مؤمن يلاقي هذا التضامن الشعب الكبير في كل الجماهير في كل الدول العربية، رسائل تضامن ودعم نفسي كبير ومعنوي كبير لمؤمن زكريا. كان من ضمنها الإخوة الأشقاء أعضاء رابطة محبي ومشجعي الأهلي في فلسطين. هتشوفوا مباريات اتعملت، كل مباريات بتتعمل في الدوري هناك أو أي مناسبة رياضية رافعين صورة مؤمن زكريا وعلم الأهلي دعما ومساندة لمؤمن. بقول لكم في كل مكان هتلاقوا كل هذه الصور لأعضاء رابطة ومحب الأهلي وكل عشاق الرياضة المصرية دعما لمؤمن ومساندة لمؤمن، ووقوف معاه بجد عشان يسافر يوم الجمعة إن شاء الله في رحلته العلاجية إلى ألمانيا، ويكون بإذن الله تعالى موفق ويرجع تاني، لأنه فعلا بالإرادة وبالعزيمة وبالصبر وبإذن الله يتخلص مؤمن من أسباب هذا المرض اللي هو بيداهمه ويرجع إن شاء الله في كل قوة.
مهندس عدلي أشار من شوية إلى إنه الأهلي كان يعلم، كان يعلم. كابتن سيد عبد الحفيظ كان عارف، كان عارف. فاكرين الحلقة اللي جه سيد عبد الحفيظ ضيف معايا في سفر المهندس عدلي؟ وإحنا على الهوا مؤمن طلب يعمل مداخلة. لأنه كان الكلام على إنه كابتن سيد كان بيتكلم إنه مؤمن رغم إن هو بره القايمة إلا إنه مستمر مع النادي الأهلي، وفي توصية واضحة جدا وصريحة من لجنة الكورة بالاستمرار في علاج مؤمن لحين إتمام شفائه إن شاء الله. لما اتكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ، مؤمن بعت لي رسالة على التليفون إنه عايز يعمل مداخلة، وعمل ساعتها المداخلة عشان يشكر سيد عبد الحفيظ ويشكر الأهلي. نفكركم بيها ونفكر الناس اللي بتتكلم على إنه الأهلي ليه افتكر مؤمن فجأة. الأهلي ما نسيش مؤمن، أنتوا بس اللي لازم أن تفتكروا. إن شاء الله يا كابتن مؤمن نطمن عليك، وفي انتظارك قبل يناير، لأنه متهيألي برضو أنت هما شهرين في ألمانيا، والأهلي مؤكد مهتم إن هو يوفر لك أفضل فرص العلاج إن شاء الله. أكيد طبعًا، بشكر النادي أكيد واقف جنبي، يعني مش أنا بس بروف جابوا ولاده وبتاع، يعني النادي الحمد لله واقف جنبي. وأنا بقول لحضرتك هو كساب منا مكلمني فأنا زعلان يعني. إنه انشغل عنك يومين اتنين. لا صعب أوي كساب كده. ما فيش يعني اقوى من هذا الرد، لان ده قبل ما 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 تبتدي المساله تبقى على السطح قوي كده والناس كلها ملتفه حواليه. وده مساله مش على فكره، ده مش فضل من النادي الاهلي طبعا، هذه مسؤوليته وهذه قيمه، والناس مصدقاه علشان هو صادق دايما في توجهاته ونديتها وغيرها كثير. انك انت يعني تعتني بكل من اخلص لك ومن ولادك حتى اللي مش هيكملوا معاك. طبعا يعني مسؤولية. انت بتتكلم عن المسؤولية. انا اديت مثالين. كابتن حسين امين اللي الناس مش عارفاه كان سيرد باك المنتخب او ستوبر المنتخب الاولمبي. أيوة. وجالنا وبعدين طلع عارى لاحد الأندية واصيب ولم مزارع دينا اعتقد، لا يعني مش هنقول اسماء، مش مزارع دي، وأصيب ولم يشعر بالاهتمام في العلاج، فالنادي الأهلي اهتم بيه وعالجه وخرج من النادي الأهلي لعب. يعني ما كانش على قوة النادي الأهلي وقتها، ولكن النادي الأهلي ما كان ليقصر معاه، ونفس الأمر مع أحمد علي الذي يملأ الملاعب حيوية ولاعب موهوب، واثنين لعيبة مهمين جدا. أنا بدي الأمثلة دي، إسحاق أول، جيلبرتو اللي قعدت إصابته أكتر من سنة وشوية. أيوة. وعمليتين. أيوة. وفضل على قوة النادي الأهلي، وحتى الكابتن عماد النحاس لما جاله الصليبي فضل مع النادي الأهلي وجوه مع فرقته لحد ما رجع لها. يعني النادي الأهلي يعلم مسؤولياته ولا يتناقض مع نفسه. عشان كده الكلام، يمكن انتوا شفتوا جزء من حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ من اسبوعين، لا ده في حلقه 22 اغسطس من ملك وكتابه، الجزء اللي المهندس اشار عليه فيما يخص حسين امين واسحاق اول، لو فاكرين الحوار المطول معاه وهو بيحكي قصه اصابته وقصه رعايه النادي الاهلي له وعلاجه له. 22 اغسطس كان الكلام وقتها عن موقف مؤمن زكريا وخلو القايمه منه، ورغم ذلك استمراره في النادي الاهلي تحت العلاج والمتابعه. فالمزايدات في جزئيه الاهلي اهمله، لا الاهلي اهمله ولا الاهلي ينفع يهمله، لا هو ولا غيره، ولا تعطف ولا تكرم، لا دي مسؤوليه. مسؤوليه قبل ما تكون مسؤوليه رياضيه، مسؤوليه اخلاقيه كمان. انت عندك واحد من ولادك مؤمن كان في مدرسه الكره في النادي الاهلي. انا كنت سافرت فرنسا وهو في مدرسة الكورة، كان عنده 10 سنين أيام كورفر، وسافروا مارسيليا. كورفر ده ساب لعيبة كل الجيل ده. يا الله، كان هو وعفروت وأحمد شكري مجموعة كبيرة جدا الفنية في تاريخ الأهلي. فمؤمن في رعاية الأهلي وواحد من أولاد الأهلي المخلصين من وهو طفل عنده 10 11 سنة تقريبا. من 22 أغسطس كان الاهتمام أو التأكيد على ده،
لكنه مؤمن كمان بقيمة الأهلي، حتى لما اتكلم في قناة ام بي سي مصر اتكلم على موقف النادي منه وعلاج النادي له. نشوفه. ازاي يرجع مؤمن زكريا تاني؟ ان شاء الله رجع. ازاي ثقة مؤمن زكريا ترجع لنفسه؟ ازاي مؤمن زكريا اللي انا يعني اللي احنا عارفينه؟ هقول لك حاجة، انا بقول لك طريقة كلامك حتى مش انت، والله انت انسان تاني. يعني فعلا. بص، كلام كابتن خطيب بيديني باور غير طبيعي. هتقعد شهر في القصة، هتقعد ستة، هتقعد سنة، انت معانا. الجمهور بيقابلك في الشارع، انت معانا، وان شاء الله هترجع احسن من الاول. ده بيديك دفع وبيديك امل. ان شاء الله انا هعمل اللي عليا وارجع احسن من الاول. هي دي الروح اللي عايز اسمعها من لعيب بقيمه الكابتن مؤمن. ان شاء الله هعمل اللي عليا وارجع احسن من الاول، واحنا عايزينك يا اخي ارجع زي الاول واحنا مبسوطين منه. ان شاء الله هترجع يا مؤمن زي الاول واحسن من الاول. هيسافر ان شاء الله مؤمن زكريا في رحلته العلاجيه يوم الجمعه، وان شاء الله يتشافى ويتعافى ويرجع زي الاول واحسن. فقط استمروا بعد الفاصل.